كما كل عام موعدهم تحييه وزارة الدفاع الوطني خلال يوم العلم، تقوم فيه بتكريم المتفوقين من أبناء إطاراتها وأعوانها من العسكريين والشهداء والجرحى المتألقين بمعادلات ممتازة في مختلف الامتحانات الوطنية. وين قام وزير الدفاع فرحات الحرشاني اليوم بتوزيع جوائز مالية بنادي ضباط على 31 متفوق. وزارة الدفاع الوطني هي في كل من المسار المدرسي متاع أبنائهم والديو والجامعي كذلك هي قائمة بهذا الدور، سواء في متعلق بالدروس الخصوصية أو المساعدة على ظروف العيش في المدرسة واستيراب كل ما يلزم من التلميذ والطالب في المسيرة بتاعه. وإحنا في وزارة الدفاع من خميم دورنا سواء في متعلق بالعسكريين على قيد الحياة أو كذلك اللي هم من استشهدوا في من دفاع الوطن. كما أكدت وزارة الدفاع دعمها للعمل الاجتماعي الهدف لتذليل الصعوبات المادية والمعنوية، وين القات البادرة إعجاب المتفوقين مثل مذا والطلبة، خاصة منهم أبناء شهداء المؤسسة العسكرية اللي اعتبروا أنه شرف تكريمهم أهم من الجائزة المادية. جحت مونسيون بيان تاون ديجا نكمل في التيز، اليوم كانت مبادرة باهية من الوزارة مسيت الوزير الحمد لله. الجس كي كونت اللي فات انه معناها يجي وزير وتتلم العباد الكل ويعيطوا لك ويكرموك معناها سي لارجمون سيفيزون برسمي تتحسن. هذا واكدت وزاره الدفاع الوطني انها باش تواصل دعمها لابناء الجيش الوطني لمزيد كسب المعرفه والعلم، سواء عبر تقديم مساعدات ماليه او معنويه تكون في مستوى تطلعاتهم وطموحاتهم.